تعد كلية طب الأسنان في جامعة حلب في المناطق المحررة من المشاريع الاستراتيجية والهامة لدى مؤسسة تعليم بلا حدود مداد ومؤسسة سواسية. وكان نتاج هذا الاهتمام وتقديم الدعم أننا وصلنا خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 إلى زيادة كبيرة في أعداد الكادر الإداري والتدريسي بعد توسعة الكلية، 495 طالباً وطالبة في مختلف السنوات الدراسية، إنشاء مجموعة من المراكز والمخابر وأبرزها مركز العيادات السنية التي تحتوي على 48 كرسياً موزعين على 4 صالات و3 غرف أشعة خاصة بالعيادات، والتي قدمت خدمات علاجية مجانية لأكثر من 10,000 مريض خلال هذا العام، 3 غرف للتصوير الشعاعي معزولة بصفائح من الرصاص لتخديم طلاب السنة الثالثة في الكلية، 35 هامة في مخبر الهامات الثابتة، 15 هامة تحاكي الكراسي السنية في مخبر الهامات الكهربائية، 20 محركاً صناعياً للتطبيق المخبري في مخبر التعويضات المتحركة، مخبر الإطباق ومخبر الجبس، بالإضافة إلى تطوير غرفة التعقيم وغرفة ضواغط الهواء. ونحن نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أطباء الأسنان لهذا العام يرفدون المجتمع بالخبرات الطبية والعلاجية.